السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ينطلق في هذه اللحظات الشلفة وشلفة الإنتاج، شلفة الإنتاج زائدا المليون ونصف للفائز في هذا المساء في هذا الشوط، هذا الشوط العملاق، شوط الإنتاج، شوط الأضخم بالعدد، 39 مشاركة في هذا الشوط. نتابع وإياكم هنا هذه الندر المنطلقة، هذه الثنايا، المسافة 8 كيلومترات. نتابع ونستمتع معكم بهذه الندر وهذه الأصايل المنطلقة الباحثات عن الشلفة، الشلفة في مهرجان غالي، مهرجان الأمير الوالد. نتابع وإياكم هذا المساء، مساء أيضا مساء الشلف والخناجر، مساء الملايين. يا سلام، مع ميدان التحدي نحظى بهذا التحدي الكبير، بهذا الزخم الإعلامي، بهذا الحضور الكبير. هنا نتابع ونستمتع ونندفع هنا في مقدمة الشوط، نتابع هنا هذا الاندفاع، نشاهد وإياكم هنا هذا الانطلاق، المركز الأول والمقدمة. نتابع المركز الأول، هناك فيافي فيافي يا فيافي، شعار المهندس، شعار بن غدير يصل مع فيافي، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على المركز الأول على المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني من الجانب الأيمن، شعار الصعب، شعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، مع ظن من الجانب الأيمن. المركز الثالث انتابع في هذه اللحظات، فراعة لمحمد بن راشد بن علي بن نديل هالفيدة على المركز الثالث مع فراعة. السلام يا بالجافلة يصل هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع، المركز الخامس، وصل الدعم أيضا هنا بنفس شعار المهندس. يا سلام، مساء ولا أروع يا ابن غدير مع هذا الأداء المتميز. هنا شمعة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، شوفوا اللي وصلت، شوفوا اللي تدخلت على قائمة الخمس المراكز الأولى. نتابع تنويه محمد بن سعيد بن علي بن سفران، هنا شعار بن كلوان يصل بهذا الأداء، يصل بهذا الانطلاق. يا السلام، نعود مرة أخرى إلى المقدمة، دفع تلقائي. هذا الشوط شوط الحماس، شوط الشلفة، شوط التحدي، شوط الإثارة. مخرجنا العزيز عطنا لقطة على بقية المراكز على هذه التحديات والمنافسات. شاهدوا هذا الشوط، شاهدوا هذه الأسماء المندفعة. نتابع وإياكم نستمتع مع هذا الشوط اللي دفع من الستارت، دفع هنا شوط مليوني، شوط شلفة، شوط في هذا المهرجان. يا السلام يا بن كلوان، يغير إلى مقدمة الشوط مع تنويه محمد بن سعيد بن محمد بن علي السفران مع المركز الأول مندفعا في هذه اللحظات، بينما النقل على المركز الثاني. انتابع فيافي، فيافي على المركز الثاني، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا فيافي. شوف الصعب على خط واحد، ثلاث اسماء على خط واحد. يا السلام، اندل يدل على التحدي المبكر، على المنافسة القوية، على هذه المنافسة. ميدان التحدي يعرف بهذه التحديات، يعرف بهذه المنافسة الشرسة. يا السلام، هنا المقدمة أيضا، شوفوا اللي غيرت وانتقلت، ظن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. الصعب، الصعب. يا سلام، يا سلام، يا هذا الأداء. شوفوا هنا وتابعوا، هذه اللي ظن على المركز الأول، المركز الثاني فيافي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، فراعة على المركز الثالث مع مالك
محمد بن راشد بن علي بن نديل هالفهيدة على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شمعة راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الخامس هنا شعار بن سفران تنويه لمحمد بن سعيد بن محمد آل سفران مع المركز الخامس. هذه النتيجة. تابعوا الأسماء اللي وصلت، تابعوا الأسماء اللي وصلت. يا سلام يا سلام، شاهدوا وتابعوا هنا المنافسة، هنا أيضا الإثارة. نتابع هنا الوصول من فرح ناصر بن صالح بن طرشوم العامري. يا سلام يا سلام، هذه المنافسة المبكرة، ما بعد انتصفت المنافسة ولكن شوفوا المنافسة المبكرة. يا سلام يا سلام، الله يظن ظن هنا هذا الشوط، شوط الشلفة. شوفوا الأسماء، شوفوا الأسماء، شوفوا التحدي، شوفوا الإثارة، شوفوا المتعة، شوفوا الأداء، شوفوا الكوكبة الجماعية، كوكبة جماعية. بحث تنقيب هنا عن الشلفة، شلفة الإنتاج والمنتجين. الله يا هذا الأداء والتميز. تابعوا فرح ناصر بن صالح بن طرشوم العامري، غيرت على المقدمة، غيرت على المركز الأول هنا على المقدمة. فيافي بن غدير على المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا شعار بن ربيع يصل في هذه اللحظات، ينطلق معنا مع هذا الأداء وهذه المنافسة. نتابع هذا الانطلاق اللي وصلت، نتابع في هذا الأداء اللي هي هناك فتنة. ربيع بن علي بن ربيع الرزق هنا في هذه الانطلاقة العجمي. يا سلام، المركز الخامس هنا في هذه اللحظات تصن اللي وصلت. يا سلام، شمعة راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس ظن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. يا سلام على هذا الأداء، شاهدوا اللي وصلت أيضا من الجانب الأيمن. تابعوا هذه الأسماء المنطلقة، تابعوا هنا مزون ووصول آخر. الله، هنا وتصن فنون لعبد الله بن طالب بن شريم، اختلط الحابل بالنابل. الله على هذه الأسماء، على هذه التحديات، مع الثنايا، مع الثنايا ورمز الثنايا الشلفة، الشلفة بالانتظار زائدا المليون ونصف قطري. الله يا بن طرشوم يا العامري، اهل العين يبون السلامات المسائية زائدا الرمز. يا سلام، الشلفة، الشلفة هنا بوابة العبور، 3 كيلومترات. يا مضمرين يا مضمرين، نتابع ونستمتع هنا ونتابع المقدمة مع فرح، فرح ناصر بن صالح بن طرشوم العامري. المركز الثاني هنا فيافي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق، الواثق من قدم لنا المهندس. يا سلام، يقدم فيافي. يا سلام، و7 ترشيحات من مجلس التحليل. يا سلام على فيافي، يا فيافي. الله يا سلام، المركز الثالث فتنا ربيع بن علي بن ربيع العجمي. شوفوا بن شريم، شوفوا شعار مضمر القرن. يا سلام مع فنون عبد الله بن طالب بن شريم المري على المركز الرابع يصل في هذه اللحظات. نتابع وإياكم الوصول، بينما هنا الوارية حمد بن هيام بن سالم العامري. أول ندى، أول ندى لها في هذه اللحظات. شوفوا الشايبة، سعود بن زايم بن طرجم السهلي قادم مع الشايبة. الله يراعي الشايبة، هذه الشايبة أيضا تصلنا في هذه اللحظات، شايبة بن طرجم السهلي ووصول آخر هنا في هذه اللحظات. دهشة، مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. الله يا هذا الشوط، الله، 3 ترشيحات عليها أيضا. هذه اللي وصلت، اللي وصلت بنت الفايز. يا سلام يا سلام، وصلت هنا وصاحبة رمز المرموم. يا سلام، الله يا سلام، شاهدوا تابعوا استمتعوا. شوفوا هنا بالربيع، بالربيع ينطلق مع فتنة. ربيع بن علي بن ربيع العجمي يغير إلى مقدمة الشوط مع الشلفة، الشلفة يا بن ربيع. أهل الوادي، أهل الوادي، يا سلام، أهل جودة. يا سلام، هنا في قيادة بن ربيع مع اندفاع فتنة. ربيع بن علي بن ربيع العجمي، شوف
شوفوا هنا ايضا الوصول من شعار مضمر القرن، هنا يصل مع فنون عبد الله بن طالب بن شريم المري المركز الثالث. نتابع القدوم من فيافي حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع، الشايبه شايبه بن طرجم سعود بن زايد بن طرجم السهلي. شوفوا المرشحه وصلت، شوفوا المرشحه وصلت هنا بشعار بن دري، يصلنا ايضا مع دهشه مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري قادم مع المركز الرابع. الله يا هذا الشوط ملتهب، ولكن بن شريم بن شريم قادم هنا في هذه اللحظات مع فنون، فنون يا سلام يا فنون تقدم فنونها عصاها في بطانها في هذا الشوط. وشوط الشلفه، شوط الشلفه يا بن شريم يا بن شريم، شوط الشلفه مع هذا الشعار نور على علم بانجازاته بايضا هذا السجل الحافل مع فنون، فنون يا فنون. عبد الله بن طالب بن شريم المري المركز الثاني في يافي، في يافي الله يا ابن غدير يا سلام. الواثق الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير هنا في هذه اللحظات. شوفوا دهشه، شوفوا دهشه اللي وصلت في هذه اللحظات مع مسلم بن علي بن دري المنصوري. الله يا هذا الشوط الحزام الاخضر هنا مع الكيلو المتر الاخير، الكيلو الخطير كيلو الناموس. شوفوا هنا دهشه، دهشه مسلم بن علي بن دري المنصوري، ولكن نعود هنا مع المقدمه مع فيافي، فيافي ولكن فتنه، فتنه ربيع بن علي بن ربيع العجمي. الله يا سلام يا سلام. شوفوا دهشه، شوفوا دهشه، شوفوا راعيه الانجاز، ولكن هنا فتنه، فتنه دهشه، فتنه دهشه. الرمز الشلفه، الشلفه بن ربيع العجمي هنا بن دري المنصوري بن غدير قادم المركز الرابع بن هيان. يا سلام يا بن هيان هنا قادم هنا في هذه اللحظات. نتابع القدوم الوارية حمد بن هيان بن سالم العامري على المركز الرابع، ولكن فتنة فتنة فتنة. الشلفة الشلفة بالانتظار والمليون ونصف، ولكن دهشة فتنة بالربيع، بالربيع بن دري، بن دري وسلالة الفايز أم الزبار. الله سلالة الهرش، سلالة الهرش لابد أن تعود في الرموز، في الرموز وخمسة رموز. الله ما شاء الله ما شاء الله يا بن دري المنصوري مسلم بن علي بن دري المنصوري. سلام 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 مع دهشة، يا دهشة يا دهشة. تهانينا يا بن دري، تهانينا على هذا الفوز. وشلف الانتاج والمليون ونص لبن دري مع دهشة راعية الرموز وراعية الانجازات وسلالة الفائز. المركز الثاني، المركز الثاني في يافي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث والرابع دخول جماعي ما بين فتنة لربيع بن علي العجمي وأيضا و الوارية لحمد بن هيام بن سالم العامري. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت منصورة لمحمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري. يا سلام يا سلام يا سلام. استمتعنا مع دهشة سلالة الفايز، سلالة الهرش. يا سلام يا سلام على هذا الانتصار، على هذا الفوز. شفتوا نهايتها، قدمت لنا عرض مميز، عرض ولا أروع. شوفوا أداها، شوفوا انطلاقتها. هنا ايضا كانت منافسة ما بينها وما بين فتنة، فتنة بالربيع، ولكن شوفوا دهشة، شوفوا دهشة راعية رمز المرموم، راعية الانتصار مسلم بن علي بن دري المنصوري. سلام يا بن دري سلام على هذا الناموس. شوفوا هذا الاداء والانتصار المستحق مع هذه السلالة العريقة، سلالة الفايز ام الزبار. الله على هذا الفوز وانتزاعها لشلفة. الانتاج والمنتجين 12 دقيقة 31 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا لمالك دهشة مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، تهانينا له على هذا الانتصار والفوز المستحق. المركز الثاني وصلت فيافي اللي قدمت عرض تشكر عليه، 12 دقيقة 34 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا لمالك فيافي الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. شوفوا المركز الثالث والدخول الجماعي هنا في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث،
هنا منافسة شيقة. يا سلام، شوفوا وشاهدوا، تابعوا عبر أيضا خط التحكيم مع المركز الثالث هنا في هذه اللحظات، أو أيضا هنا دخول، ونحيله إلى لجنة التحكيم وإلى اللجنة هنا مع تنافس فتنة لبالربيع والوارية لبن هيان العامري على المركز الثالث. تهانينا والناموس على الانتصار لمالك دهشة مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. تهانينا والناموس، اللحظات لينطلق شوطنا القادم وهو شوط الخنجر للإنتاج والمنتجين هنا.